اللي فاتت. احنا هنا الصورة اللي معروضة دلوقتي اللي هي مكتوب فيها عضلات وأوتار وأربطة، نقدر نعرف الفرق بينهم ازاي؟ لو بصينا في اول صورة خالص مكتوب تحتيها عضلات، هنلاقي العضلة اللي هي لونها بني فاتح دي هتلاقيها ماسكة من اول عظمة فوق خالص لحد عظمة تحت خالص. العضلة دي وظيفتها ان هي تنقبض يعني تكش فتشد المفصل، وتنبسط يعني تفرد فتفرد المفصل بتاعها. العضلة دي عبارة عن أنسجة رخوة، بيبقى في جزء منها زي الأوتار بقى اللي تحت اللي جنبيها على طول الصورة التانية اللي مكتوب عليها وتر، دي عبارة عن وتر أكيلس أو وتر العرقوب زي ما مكتوب عليها. الوتر دون اللي هو الجزء الأبيض اللي من تحت اللي هو ماسك بين الجزء الأحمر اللي هي العضلة وبين العظمة اللي هي تحت، يبقى الوتر اللي ماسك تحت بين العظمة والعضلة، وده جزء متحرك يعني برضو الأنسجة بتاعته بتخليه ينقبض فيقل في الطول وينبسط فيزيل في الطول، فيحصل معاها حركة المفصل ما بين انقباض وانبساط المفصل. نيجي بقى للأربطة، الفرق بقى بينهم ايه؟ الرباط زي الحاجات اللي هي موجودة قدامكم في الكاحل، برضو صورة الكاحل دي الرباط ده عبارة عن النسيج الأبيض اللي محطوط عليه إشارات اللي هي السهم ده، وده بيبقى عبارة عن نسيج ماسك عظمتين ما بيتحركش ثابت، هو ماسك العظمة عشان العظمة دي ما تتحركش من مكانها. إذا الرباط بيبقى عبارة عن حاجة تربط عظمتين في مفصل ما بيتحركش ثابت في مكانه، لو اتمزق يبقى في حركة غير طبيعية في المفصل، زي المستصلة لما اتصلت وقالت إن في حصل إن هي اتمزق مفصل الركبة فبقى في حركة غير طبيعية في المفصل، معناها إن في وتر ماسك المفصل اتمزق أو اتقطع. تمام؟ الصورة بقى اللي بعد